الان برضك في بعض الاحيان انا بعرض حضرتك انه مش قاعده عامه دي يا ابني. انا بتكلم عن قاعده ما تطرقتش اللي انت بتقوله. انا بتكلم عن الزماله. الزماله بمفهومها يا دكتوره. اتفضل يا منصور اتفضل. الزماله في فرق من الزماله والصداقه. انا كتير وانت مش سامعنا مش سامعنا بقى. انا قلت الصداقه دي اركنها على جنب خالص ملهاش علاقه. لا توجد صداقه بين رجل وامراه. مشكلة توجد صداقه مفيش حاجه اسمها صداقه بين رجل وامراه خالص اطلاق. مفيش حاجه اسمها صداقه لان الصداقه ده هي يعني مفيش تليفونات تحصل ما بين رجل وامراه. طبعا ممكن زميلها يتكلمها في عمل يعني مثلا يكون الزميل لان احنا عندنا شركات دوليه دلوقتي ممكن الزميل يكون في انجلترا او يكون في فرنسا او يطلبها يطلب بس في الشغل شغل لما فقط لما ما يطلعوش يتغدوا مع بعض لا 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 طبعا لا ولا يشيشوا. كل ده كلام يعني جديد علينا او ظاهر يعني او طب